لا بلا ياسمين بلا بتاع بقى، ما بتقرفناش في عيشتنا، خلاص خنقتينا. الراجل لما خلاص اخدتيهم علينا اصلا. ايوه خش بقى على حبيبة قلبي اللي هتجيب من الاخر، اللي يعني هتقش. واحدة بتقول ايوه حد او طلع ترند، غير بقى انها مش ملزمة انها ترضع وتطبخ وكده. الست مش ملزمة اصلا انها تبات في البيت. والله الست مش ملزمة لا تبات في بجد البيت؟ والله العظيم. صح. تبات فين حضرتك؟ البت فين؟ عند طيب مامتها، يا رب. عند صاحبتها. تبقى ايوه ناشز لما تخرج استني انت من يا ست، البيت استني انت يا طول ست، خلي سن البت تتكلم زوجها، بتقول طول درر. سن زوجها. كمان تروح تبات بره ومش ملزمة تبات في البيت. وبقى حضرتك البيت ده، يعني البيه، انا البيت، مش عايز اقول نفس البيه، النطق ده النطع. اللي ساب مراته بات بره انت اصلا غصب مصري؟ عنه. بلا نطع بلا بتاع، انت هتاخديهم علينا؟ انت روحي انت اركني، اطلعي مع ياسمين، هي اللي هتاخد. فعلا الست مش ملزمه تبات في بيت جوزها. ابات في بيت جوزي؟ ابات في بيت جوزي بتاع ايه؟ بتاع ايه ابات؟ ابات انا؟ ما ينفعش، انا بيت ابويا وامي اولى بيا وصديقتي، صديقتي. ايوه انا هو عمل معايا قليل ابن الذين، عمل معايا قليل. ده انا مره من 10 سنين، من 10 سنين كنت ماشيه وعيني خلاص خرجت على الايس كريم، وكان البوله ب5 جنيه، قلت له هات لي بولتين، بولتين، راح جايب لي بوله واحده. كان نفسي اكل كده شوكولاته مع كريمه كده واكلهم الاثنين مع بعض. استخسرهم فيا، استخسرهم فيا، وتقول لي اقعد معاه؟ اقعد معاه بتاع ايه؟ وكلكم ومن و2000 سنه 2001، ما قاليش كل سنه وانت طيبه في ليله راس السنه. ليله راس السنه الناس كلها بتعايد على بعضها، هو ما عايدش عليا. الراجل ده قلبه جامد، الراجل ده ما ينفعش، ما ينفعش. بنت رضوى دي هي اللي هسمع لها بعد كده. الله اقعد معاه ايه؟ وهو كمان يا ابو خلاص طلحه يما انا مش عايزاك ان تتكلم، ما بس تخرجش، بس ما ما تخرجش. خلاص. لا لا انت كلامك غلط، ما تخرجش، ما تخرجش، ما تخرجش. ايه ده؟ انا يوم الفرح، يوم الفرح الناس كلها بتعمل في البوفيه جبنه رومي وبيض بالبسطرمه وحته جاتوه، هو استخسر في الناس السندوتشات وخلاهم علبه الجاتوه بس، حته الجاتوه بس، وخلى وشي قد سمسمه. حتى يوم يوم المولد، يوم المولد اقول له نفسي بحلاوه المولد، يجيب لي السمسميه الفرط، الفرط. لا 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 لا، البت دي اقنعتني، البت دي هي اللي كلامها صح. ما ينفعش ان انا اقعد في البيت اكتر من كده، ما ينفعش اقعد في البيت اكتر من كده. قال لي، يقول لي ده انا بستخسر في نفسي صدر الفرخه وبديها له، بديله الورك الكبير، بديله المقاس الكبير، اكبر حاجه في الفرخه بديها له. ده مش قلبه عليا، ده مش قلبه عليا. انا لازم اقوم اجهز شنطتي واسيب له البيت وامشي. ايه في ايه؟ قعدت في البيت مش قاعده، خلاص احنا كده، خلاص انا كده جبت اخري الحمد لله. اجهز شنطتي، بيت ابويا اولى بيا، جارتي اولى بيا، صاحبتي اولى بيا، لكن قعدت في البيت خلاص. انا انتهيت، مفيش حتى حيله اتكلم واقعد افكرك باللي حصل واللي جرى والسنين اللي فاتت كلها، انا عملت ايه وانت عملت ايه. كل حاجه انت حافظها وعارفها على فكره، يعني ما تقعدش تاخدني في الكلام وتقول لي ما حصلش وحصل وبتاع، وتغير في الكلام وتغير في الحوارات وتغير في كل حاجه. انت عارف انت عملت ايه؟ لا انا مش هغير حاجه، ها مش هقول انت حاجه. عارف انت عملت ايه؟ انا خلاص، عيالك جوه، ايوه بيتك نضيف، ايوه حتى اكلكوا كمان لبكره، شوف شوف الحنيه، اكلكوا لبكره كمان موجود. انا مش قاعده، انا سايبه لك البيت وماشيه، حتى سلام كمان مفيش سلام. خدي خدي بس، خدي تعالي، خدي تعالي، تعالي بس تعالي. اوعى تقول لي اقعدي، خلاص بقول لك خلاص. لا اقعد مش قاعده، لا مش، خلاص انتهي. اسمعي بس، خدي 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 خدي، خلي الفلوس دي معاكي، خلي الفلوس دي معاكي، خدي خلي الفلوس دي معاكي، اصرفي براحتك واقعدي عند امك زي براحتك، ولما تخلص، ولما تخلص اوعي تيجي تطلبي تاني، انا هبعتها لك على فودافون. ماشي يلا. ايه انت فرحت؟ لا مش فرحت لحاجة، خدي اتكلي على الله، ظبطي نفسك كده. يلا يلا بسرعة بس، يلا يلا كده، ابوك مستنيك وامك مستنيينك. مع السلامة. الأغنية بتاعت أحمد سعد اسمها إيه؟ أحمد سعد مين؟ إيه الليلة الحلوة دي؟ ده أنت فرحان، لا مش فرحان، اسمها الأغنية أنت بس. مش لاحق. لا قولي بس اسمها الأغنية قبل ما تمشي. أنت ما تقوم تهزلك شوية بقى، قول إيه اليوم الحلو ده؟ أيوة ده، إيه يلا اتكل على الله، عايز فلوس تاني؟ أنا هروح أجيب آيس كريم وإيه؟ يلا مع السلامة.